أم دانا، هو طمع زيادة ماديا لما عرف إن هي قامت تمثل وإنها طبعا بلوجر اي وبوتيكات بسبب الطمع. وكنت والله والله احلف على القران الحين، كنت اقول له اقسم بالله بنتك انا احط لها من جيبي، ان المجال يعني دانا طفله والكل يشهد لي، اذا يتابعونا الحين يدرون شنو اجر دانا، شنو اجر دانا، هي صغيرة بعدها. طفله طفله بلشت عمرها 6 سنوات. لا الأخ حسباله إن دانا صارت النجمة الشهيرة اللي بتطلع الملايين، لا يبقى. لا دانا أجرها معروف والكل سامعني، واللي يقول غير كذي يراجعني. توها دانا بلشت تاخذ أجور زينة، ولو خذت إن شاء الله مليون مليون، هذا تعبها شقاها. أنت شقاها وقاعد تصرف تتراكم عليه البنية، لا موظفة لا دنيا، بالضبط قاعد تصرف على نفسها. يعني انت شنو صرفت بالضبط. عليها؟ شنو حطيتها؟ انت شنو قوامتك عليها؟ هذه بشهادته ومن لسانه يوم سألها بالكلمة القاضي هل تدفع نفقة لبنتك؟ قال له شهادة لله عمري ما أعطيتها دينار، أمها اللي متكفلة بكل شيء. زين هذه ذاتي إني ما خذيت منك ولا حتى دينار كل هالسنين، وعطيتك أعطيتك مقابل إنه أحتفظ في بنتي، ليش قاعد يعاملنا بهالأسلوب؟ لان انا اقول لك ليش ام دانا، لان انتوا العلاقه صايره ما بينكم وما بينه بيع ومشترى. انا بحضانه بنتي، دفعي لي هاك، ابي الشيء الفلاني، انا ابتزاز هاك، ما تبيني اقتلك ما اضرك هاك، فكل شيء هاك هاك. هو في النهايه هو حتى لو تقرر انها تتزوج، هو صدق اوكي بالشرع هو ولي امرها، ولكن هي في شيء اسمه قضيه عضل، وقضيه العضل لما يكون يتقدم حق بنت شخص زين والابو يرفض، فيتم ان ترفع قضيه عضل، القاضي يطلب حضور الابو انه تعال ليش انت ما تبي تزوج بنتك حق الشخص الفلاني؟ حق شنو؟ اذا شاف انه مثلا انحطت جلسه وجلستين وثلاثه وما حضر، او اذا حضر قال اعذار واهيه، هني القاضي هو القرار ياخذه، هو يصير وليها، هو يزوجها. صح صح كلامك كله. هو الظاهر يجهل هذه النقطه. المشكله قانونهم في الاردن ان البنت اذا تعدت ال 18 خلاص حره نفسها، يعني ايه تتزوج وهي ايه ممكن انه، يعني المشكله انها دانا مو في الاردن، لو دانا في الاردن وقالت ابي اتزوج ولا يقدر يمنعها دام وصلت السن القانوني، عرفتي؟ اذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معنا، لا تتردد في الاشتراك في منصة نيكست من الويب سايت، الابل ستور او جوجل بلاي. حمل التطبيق وشارك معنا واستمتع. نيكست، عالمنا الجديد منكم ولكم.